السلام عليكم، معاك اخوكم سيد علي من الاسماعيلية مصر. ان شاء الله النهاردة نشرح فكرة خط الانتاج. خط الانتاج، خط الانتاج ده يا جماعة بيتعمل في الورش وفي المصانع. في ناس بتبقى عايزة انها تفتح موضوع ورشة او مصنع. لازم اول حاجة وهي بتفتح الورشة او المصنع تعرف هي هتصنع ايه. يبقى مش شرط انك انت تفتح المصنع الاول، لا، الشرط الاولاني انك انت تعرف انت هتطلع ايه. طيب هتطلعه ازاي في الشغل؟ يعني اول حاجة بتعمل حاجة اسمها خط انتاج على قد حاجتين اتنين، اهم حاجة الكمية والنوع. يعني مثلا ايه، في واحد مثلا يقول لك انا عايز اعمل ورشة ملابس مثلا، يجيب 5 مكنات سنجر، 2 اوفر، مكنة عراوي، مكنة زراير، مكنتين معرفش ايه، مكنتين اورليه، مكنتين، 2 مقص ساعات، وفي الاخر تدور عليه ممكن يطلع في الشهر كله حوالي 300 400 حتة. طيب بقية المكن ده اشتغل فين؟ ولا حاجة، ولا اشتغل معاه خالص، ويعتبر ركنه، وتلاقيه هو شغال على دوبك مكنتين خياطة، مكنتين خياطة على مكنة سرفلة على مكنة اورليه وخلاص على كده. ليه؟ عشان هو ما قدرش يحدد الكمية اللي هو عايزها. طيب لو احنا اتكلمنا على المصانع الكبيرة مثلا او خطوط الانتاج الكبيرة، بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجة في التخطيط ان هما بيحددوا مستوى الانتاج على الخطوة. يعني مثلا بيعملوا ايه؟ لنفرض البنطلون الجينز مثلا او القميص مثلا، بيبقى تركيب الجيب خطوة، بندة الصدر خطوة، لو في القميص مثلا الكتاف خطوة، تقفيل الجنب خطوة، تركيب البشليك بتاع الإسورة خطوة، تحضير الإسورة خطوة، تركيب الإسورة خطوة. اللي هي بتبقى حوالي 5 مراحل، اللي هو الراس، وبعد كده بنط الشيمة، وبعد كده تركيب رجل اللياقة، وبعد كده تركيب رجل اللياقة في القميص، وبعد كده رد اللياقة. يعني بتعمل لها اللياقة لوحدها بتعمل لها بتاع 6 مراحل، والإسورة بتعمل لها بتاع حوالي 4 مراحل. فهو لو محتاج بيدي للعامل مثلا 8 ساعات، ده لو انت هتعمل مصنع اكبر شوية، فبتدي كل خطوة من دول دقيقة. يعني الثمان ساعات دول يعملوا حوالي 420 دقيقة. يبقى انت تعمل في كل خطوة من دول 420، يبقى انت تقدر تطلع لو جبت المكن على كل خطوات القميص، على كل مكنة خطوة ماشي، تقدر تطلع لك 420 قميص في اليوم. او نفرض نفس الفكرة، هي الخطوة دقيقة، لو هتعمل بنطلون جينز تبقى تقدر تطلع 420 بنطلون في اليوم. طب لو الكمية اقل من كده، ولنفرض النص، يعني هتطلع حوالي 200 بنطلون في اليوم، يبقى ده مش مصنع كبير او ورشة، يبقى هيطلع له 200، يبقى هيخلي العامل الواحد يعمل خطوتين. يعني مثلا لو البنطلون الجيب الجينز قاعد عامل على مكنة بيركب جيب، هيقعد العامل هو يركب الجيبين، فهنا هيطلع 420 جيب فرداني، هيطلع 420 جيب ميجوس، اللي هما كام؟ ال 420 هيقسمهم 2، هيطلع 200 بنطلون في اليوم. في التخطيط بيعملوا حاجة اسمها متوسط للعامل نفسه. يعني ازاي؟ في عامل بيحسبوا له ان هو بيطلع مثلا 60 حتة في الساعة، وفي عامل بيطلع 70 حتة في الساعة، وفي عامل بيطلع 80 حتة في الساعة، وفي عامل بيطلع 90 حتة في الساعة. بيروحوا مجمعين ال 60 زائد ال 70 زائد 80 زائد 90 ويقسموهم على 4، لان دول 4 ارقام، فيقسموهم على 4 فيطلعوا المتوسط، ولنفرض 75. ايه بنحط على ده 10، احط على ده 10، يبقى حوالي 75 في الساعة. يبقى مثلا انتاجه دوت بيسموه المتوسط للعامل في اليوم، وده بيعملوه في المصانع الكبيرة وفي التخطيط. ليه يا جماعة احنا بنفهم الكلام دوت؟ علشان اهم حاجة لما احنا نجيب الكمية او هنيجي نعمل خط انتاج، لازم على الاقل خالص نبقى احنا عندنا الكمية قد ايه. ودي اهم حاجة في خط الانتاج عشان تقدر تجيب المكنة على قده. لو انت ما بتعرفش تجيب، لو انت ما تقدرش تحدد الكمية اللي انت هتقدر تطلعها قد ايه، ممكن تجيب مكن زيادة جديد وفي الاخر ترميه وتبيعه مستعمل، وممكن تجيب مكن اقل ما تقدرش تطلع الطلبية اللي تطلب منك. طيب لو عكسنا بقى القصة وبصينا على النوع، النوع ده الحاجة اللي انت هتشتغل بيها. يعني مثلا هنفرض انك هتعمل تيشيرت مثلا،
هتعمل تيشيرت مثلا، مكان بتاع التيشيرت دوت او التيشيرت نفسه بيشتغل على حوالي 4 انواع مكنة. بيشتغل على حاجة اسمها مكنة شريط، وبيشتغل على حاجة اسمها اورلي دي بيتني بيها الكوم وبيتني بيها الديل، وبيشتغل على مكنة 5 فتلة 4 فتلة اسف. بيشتغل التيشيرت على مكنة 4 فتلة، اللي هي قلنا قبل كده شرحنا ان 4 فتلة بتخيط جوه السفالة. في خط الانتاج التيشيرت المكن اللي انت محتاجه يختلف تماما عن خط انتاج القميص. يعني القميص مش محتاج اورليه اصلا، ومش محتاج سرفالة 4 فتلة، القميص بيحتاج سرفالة 5 فتلة. البنطلون الجينز محتاج مكن تاني خالص، محتاج مكن ابرتين، مكن تركيب جيب، مكن فرماتورة، مكنة عراوي، مكنة قمر، مكن لبسات، مكنة ابرتين، مكنة كوع. مكنة الكوع دي يا جماعة هي اللي بتعمل السدة بتاعت البنطلون من جوه. فاذا لازم نعرف زي ما احنا عرفنا الكمية ايه، لازم نعرف برضو النوع اللي احنا هنشتغله ايه. فلو احنا قدرنا نعرف نوع المنتج اللي الواحد هيشتغله هيقدر يجيب مكن على قده، هيقدر يجيب عمالة على قده. نيجي بقى من هنا في الحتة دي، اهم حاجة حتة العمالة دي. في نوعين عندنا من الملابس، نوع نمطي يعني مثلا نقول ايه بلوزة، بنطلون، قميص، تيشيرت، اي حاجة من دول. دول بيبقى معروف لهم خطوات، فبجيب اي حد ادربه على الخطوة ديت ويشتغل. يعني عندنا مثلا في ناس بتشرح على الجيب الشقي مثلا، الجيب الشقي دوت بيقعدوا يشرحوه باكتر من طريقة. هما بيشتغلوا الجيب الشقي مثلا بالنقط، جيب اي حد ويشغله طريقة عمل الجيب الشقي بالنقط يعمل الجيب الشقي بمنتهى السهولة احسن من الصنايعي. وكنت شفتكم اكتر من واحد عمل طريقة الجيب الشقي وطلعت يعني طرق تعتبر صعبة بالنسبة للناس. عارفين طريقة النقط دي لو انا وريتها لواحد هيعمل جيب الشقي احسن من الصنايعي في 5 دقايق. فاذا الهدوم النمطية دي عبارة عن خطوات احنا بنجيب اي حد يا دوبك بيعرف يدور المكنة، وان احنا نقعده بس على المكنة ديت. ويفضل بقى لو كان مشروع صغير يعني 3 4 مكنات تتلم حوالين موضوع الاسره نفسها. يعني ممكن اخوك يشتغل معاك، اختك، وابن عمك، ابن خالك، وتبقوا انتوا قاعدين مع بعضكم علشان تحاولوا انكم تنجحوا الايه المشروع مع بعض. اما لو كان كبير، لو كان نمطي زي ما قلت لكم كده، بنطلون، قميص، بلوزه، تيشيرت، الكلام دوت، ده بتجيب عامل بيعرف يقعد على المكنه وتعلمه خطوه خطوه وتشغله يعمل على الخطوه لحد ما يجي يطلع لك انتاجيه في الساعه اللي هم ال 60 دقيقه. وفي الساعة ديت هيبقى عندك عامل بالخطوة ديت وهو فاكر نفسه صنايعي بان هو بيعمل الخطوة دي، حسسه ان هو صنايعي ومفيش مشكلة. نيجي نخش بقى في المرحلة اللي هي اصعب من المرحلة دي، واللي هي الايه الشغل اللي هو مبقاش نمطي، اللي هو مثلا فساتين شوية، بلوزات شوية، حاجات زي كده. ده ما ينفعش ان انا اجيب له عامل انتاج، ده اسمه عامل انتاج اللي هو بيتعلم خطوة وتقدر من خلالها انك انت ايه تفتح المشروع وتجيب العامل تقعده على المكنه تعلمه الخطوه يقعد يطلع لك منها وخلاص. ممكن تساله تعرف تقفل القميص؟ ما يعرفش، لكن هم على بعضيهم مطلعين لك احلى قميص، مطلعين لك احلى تيشيرت، لكن ما فيش ولا واحد فيهم يعرف يقفل التيشيرت لوحده. ليه بقى؟ لان هم بيشتغلوا بالخطوه. لكن لما يكون تخش في فستان وكل يوم بتغير موديلات، كل يوم بتعمل كده، ما ينفعش انك تحاسبه بمرتب. في الساعه دي بتجيب عامل وتحاسبه بالقطعه، او بيسموها في مصر الفيه. فمن خلال الفيه ديت بتقدر انك انت تديله راتب، تديله راتب على قد ما هو يقدر يطلع لك من فساتين. ممكن يطلع لك فستان، يطلع لك 2، يطلع لك 5 فساتين، 6 فساتين. ففي الساعه دي لما بتديله بالكميه اللي هو بيطلعها بيقرص على نفس الشغل عشان يطلع لك كميه اكتر وياخد سعر ويسيبك ويمشي. فده خط الانتاجات او خط الانتاج بيترتب على الموضوعين دول، يا اما شغل نمطي يا اما لا. نوع المكن، هتجيب مكن نوعه ايه للمنتج نوعه ايه، يعني المكن وهتجيب قد ايه مكن على كميه قد ايه. يعني في ناس بتروح تقول لك انا هعمل جمعيه مثلا 20000 جنيه وراح اجيب 4 مكنات و5 مكنات ومكنتين سرفله ومكن عراوي ومش عارف ايه. كل ده في الاخر يلاقي نفسه اتصدم في الحيطه كده وما عرفش يطلع انتاج. طبعا ان شاء الله المره الجايه نشرح على طرق اهم طريقه ازاي اسهل من الطريقه دي، اللي هي طرق ازاي انك تجيب قماش او تتعرف على انواع القماش وكده،
وازاي تجيبه بالاسعار. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل. السلام عليكم.